ان شاء الله المحاضره 11 وديت المحاضره الاخيره في الجزئيه. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على الحساسيه، وقلنا ان في بروتينات بتبقى موجوده، البروتينات دي بيحصل بينها وبين خلايا كرات الدم البيضاء او الجهاز المناعي رياكشن، بينتج عن ده تكون اجسام مضاده، والاجسام المضاده دي بتعمل تحسس في الجسم، ممكن تبقى في الجهاز التنفسي او في الجهاز الهضمي او في الجلد او تحصل كل ده مع بعض ونسميناها ايه؟ حساسيه مفرطه. في هنا بقى سؤال مهم قوي، هل الفود بروسيسنج عمليات التصنيع الغذائي على الجوزيات ممكن ان هي تاثر في الحساسيه بالايجاب او السلب ولا لا؟ يعني هل لو انا عملت معادله تصنيعيه على غذاء بسبب الحساسيه ممكن ده يقلل في الحساسيه او العكس ممكن يزودها؟ يقول لك هنا موست فود ار بروسيسد بيريور تو كونسبشن تو امبروف سينسري كواليتيز اند شيلف لايف. عاده بتتم عملية المعاملات التصنيعية المختلفة على الغذاء ليه؟ لسببين، أول حاجة عشان نحسن من الخواص الحسية ونعزز من خواص الطعم والنكهة والريحة ونزود من فترة الصلاحية. يقول لك بروسيسنج اولسو انشور ذا سيفتي اوف فود، ودايما المعاملات الحرارية بتتم بهدف القضاء على الميكروبات الممرضة سواء كانت اللي ممكن تعمل تسمم غذائي او عدوى غذائية. بروسيسنج may be done at home food service facility or in industry. عامة عمليات التصنيع الغذائي يا اما بتتم في المصنع يا اما بتتم في المنزل. ماشي تمام. طب بتشمل بقى ايه عمليات التصنيع الغذائي؟ يا اما عمليات تصنيعية حرارية زي التجفيف دراي روستنج التحميص فراينج الالي بلانشنج السلق او التبييض انفراريد هيتنج التسخين باشعه الانفراريد زي الميكروويف والمايكروويف هيتنج التسخين بالمايكروويف. وعلى فكره المايكروويف احيانا بيبقى له تاثيرات ضاره. يعني ايه؟ يعني ما تستسهلوش استخدام المايكروويف في التسخين، لان نوعيه الاشعه بتاعه المايكروويف بيبقى لها تاثير على بعض المركبات اللي موجوده في الغذاء بينتج عنها تكون مركبات ضر اند اذر هيت تريتمنت. وفي نان ثيرمال اللي هي المعاملات التصنيعيه الغير حراريه زي الفيرمنتيشن التخمر الجيرمينيشن الانبات الاريجيشن الاشعاع والفلتريشن اللي هو الترشيح او التصفيه. The processing methods can cause enzymatic، لكن عمليات التصنيع دي ممكن تسبب ايه؟ تغيرات انزيميه او غير انزيميه في المواد المصنعه. التغيرات الانزيميه او غير انزيميه ديت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تحسن من البايو ابيبيليتي او الابيبيليتي بتاع المغذيات، زي ما كنا بنتكلم ان العناصر المعدنيه بترتبط بالفايتك اسيد، وبالتالي لما باجي اعمل عمليه الجيرمينيشن بفك الرابطه اللي ما بين الفايتك اسيدز والعناصر المعدنيه، او ان انا ممكن احط انزيمات تقوم بهذا الدور. كذلك في الاستراكشر تشينج ممكن المعاملات التصنيعيه تحدث تغيرات ايه؟ تركيبيه. اللي بيعمل حساسيه عباره عن ايه؟ بروتين، وبالتالي البروتين ده هو بيبقى له شكل معين. في نقطه مهمه قوي يا جماعه اسمها الترتيب بتاع البروتين. البروتين ليه كذا مستوى من التركيب. المستوى الاول من التركيب اسمه المستوى البناء الاولي. انتوا عارفين البروتين بيتكون من ايه؟ من ايه؟ من الاحماض الامينيه. تمام؟ ترتيب الاحماض الامينيه جنب بعضها ده بنسميه البرايمري ستراكشر او البناء الاولي للبروتين، اللي هو تركيب ايه؟ يبقى الحاجه اللي هي لما بتتركب جنب بعضها كده بتدينا سلسله، صح؟ السلسله دي بتعمل ايه؟ تعمل حلزون اسمه هيلكس. الحلزون ده عشان يتكون لازم يتكون غرامات هيدروجينيه ما بين الاحماض الامينيه مع بعض، عشان يتكون الايه؟ الحلزون. يجي الهيلكس ده اهو مع بعض مع بعض مع بعض يكون كوره. يلف مع بعض مع بعض مع بعض ويكون كوره. ده بنسميه البناء الاولي، وده البناء الثانوي، وده البناء الايه؟
الثالثي. البناء الثالثي ده الهيليكس اللي مع بعض بيحصل هنا روابط. الروابط دي ممكن تكون روابط كلميه، روابط منحيه، روابط هيدروجينيه، روابط تبريديه، ممكن تكون رابطه غاز اللي هي التجاذب ما بين الايه؟ الجزيئات. فبتدي في هذا الشكل ايه؟ يبقى الكره دي شكلها اهو، مين اللي عامل الشمال ده؟ الروابط اللي موجوده في البناء الاولي والبناء في البناء الثانوي والبناء الايه؟ الثالث. بتيجي بقى المعادلات التصنيعيه دي ممكن تعمل ايه في الروابط ديت؟ تكسر. طب يبقى الروابط دي تتكسر، ايه اللي يحصل؟ شكل البروتين يتغير. لما شكل البروتين يتغير يجي البروتين يجي الاجسام يجي كرات الدم البيضاء تبص عليه، هي كانت قبل كده قبل ما تتغير شكلها، كان هو لما تبص عليه تفتكروا ايه؟ اجسام غريبه، فتنتج اجسام مضاده. لما شكله اتغير ما عادتش ايه تتصور ان هو اجسام غريبه وتنتج اجسام مضاده، فهمتوا؟ طيب بالعكس ممكن شكله يتغير بعد ما كانت كرات الدم البيضاء ما بتعتبروش اجسام غريبه تعتبر. يعني ايه؟ يعني تغير شكل البروتين ممكن يعمل حاجتين، يحول ماده بالنسبه للجهاز المناعي من ماده نافعه لماده ضاره، او من ماده ضاره لماده نافعه. فهمتوا حاجه؟ دلوقتي ال ايه؟ بس لسه ما خدوهاش. دلوقتي في بناء اولي بيمثل ايه؟ ترتيب الاحماض الامينيه. بناء ثانوي شكل الهيليكس الحلزون. الهيليكس ده بيتلم مع بعضه ويعمل لي كور. الروابط دي هي اللي بتحدد شكل الكور. المعاملات التصنيعيه دي ممكن تعمل ايه في الروابط؟ تكسرها. طب لو كسرتها هتعمل ايه في شكل الكوره؟ تغيرها. فالكرات الدم البيضاء عشان تقدر تقول ان البروتين ده جسم غريب وتنتج اجسام مضاده تحصل حساسيه، لازم البروتين يبقى له شكل ايه؟ محدد. طب ممكن شكله اتغير؟ ما عادش يقول ان هو جسم غريب. يبقى اذا اللي بيحدد ان البروتين يسبب الحساسيه هو ايه؟ البناء الثانوي والثالثي والرابع. بيقول لك هنا ذا موبايل ستراكشر اوف بروتين كان ريزلت ان ان انكريز اور ديكريز اوف ذا ليفل اوف اي جي دي. بيقول لك هنا ان تغير شكل البروتين ممكن يزود الاجسام المضاده او يقلل مستوى الاجسام المضاده. الاي جي اي اللي هو ايه؟ اللي هو الهيموجلوبين بروتين اللي هو الانتي بودي اللي هي الاجسام المضاده اللي كرات الدم بتايه؟ بتكونها. طيب بص بقى يا سيدي، البروتين اللي كرات الدم البيضاء بتتعرف عليه وتحدد وتنتج الاجسام المضاده اللي بيبقى موجود في الغذاء اللي بيسبب الحساسيه اسمه ايه؟ ايبيتوبس. ايبيتوبس اسمه ايه؟ الايبيتوبس. الايبيتوبس ده هو ده البروتين اللي بيبقى موجود في الغذاء بتتعرف عليه كرات الدم البيضاء بتنتج الاي جي اي. يبقى الاي جي اي هي ايه؟ الاجسام المضاده. في الميون سيستم اللي هو كرات الدم البيضاء، وفي الليبيتوبس. الليبيتوبس هي عباره عن ايه؟ عباره عن البروتينات اللي موجوده في الغذاء اللي هو بتسبب الحساسيه. عمليات التصنيع ممكن تغير من شكل الليبيتوبس فما تتعرفش عليها الميون سيستم، وممكن تخلي بروتينات ما كانش فيها اي مشكله تخليها تسبب حساسيه. فهمتوا؟ يبقى الايبيتوبس اللي هي ايه؟ بروتين بارت اوف ذا بروتين كان انتر اكت وذ ايذر انتي بودي تو ريسيبليجينيك ريكشن. يبقى هي عباره عن البروتينات الموجوده في الغذاء اللي ممكن تتفاعل مع الاجسام المناعيه وينتج عنها حدوث الحساسيه. طيب في نقطه برضه هنا، ان مش لازم الايبيتوبس ده يبقى بروتين كامل، ده ممكن يبقى جزء من البروتين. All inactivation of the exciting allergen epitoxin activity. يعني ايه؟ ممكن معاملات التصنيع تزود من فعاليه الايبيتوبس او تقلل منها، ده وارد وده وارد. Generalization about the relationship of the allergen with the processing method are difficult to establish. يعني ايه؟ يصعب جدا ان انا اقول ان في هناك معامله تصنيعيه لو انا عملتها على غذاء معين ما عادش يبقى له ايه تأثير، ما عادش يعمل حساسيه.
الحساسية عند الناس اللي بيصابوا بالحساسية من الغزالة، فاهمين؟ يعني مثلا لو في واحد عنده حساسية من اللوز، تمام؟ مفيش معادلة مصنعية أقدر أقول إن أنا لو عملتها على اللوز ما عادش يسبب حساسية. Very few studies have been done to evaluate the effect of processing techniques on allergen modification. في دراسات قليلة اتعملت على تأثير المعاملات التصنيعية على ازاي ان انا ممكن تأثر على حدوث الحساسية من عدمها. The effect of food processing on allergenicity depends on various factors. يقول لك ان تأثير عمليات التصنيع على حدوث الحساسية من عدمه يتوقف على ايه؟ عدد من العوامل. اللي هي ايه بقى؟ اول حاجة طيب نوع المعاملة التصنيعية نفسها. الحاجة التانية intensity الشدة بتاعتي. ممكن المعاملة التصنيعية تشيل الحساسية، بس في مشكلة ان هي محتاجة ان تكون ايه الشدة بتاعتها عالية جدا لدرجة ان هي هتأثر على ايه؟ خواص الحساسية. يعني مثلا اقول لك اللوز ممكن عامله على درجة حوالي 300 لمدة ساعتين فالبروتين هيتكسر، بس اللوز اللي هيتعرض درجة حوالي 300 لمدة ساعتين ده ينفع يتاكل؟ خلاص مش هيبقى له طعم ولا شكل ولا ريحة. روح الفود ماتريكس نوعية المكونات اللي موجودة في الغذاء. البروتين طيب نوع البروتين and stability and ego type identified by individual IDA. وبعدين اكون انا عارف اصلا ايه هو الايجو تايب، ايه هو البروتين اللي بينتج عنه تكون اجسام مضادة معينة عشان اقدر ان انا اجيب الغذاء وعامل بالحرارة اكشف على البروتين واكشف على الاجسام المضادة عند الناس. Like sometimes the processing condition need to eliminate reduce allergenicity would be so harsh as to adversely affect the sensory qualities of food. يعني ايه؟ احيانا بتكون المعاملات التصنيعية الواجب اجراءها لمنع حدوث الحساسية قاسية لدرجة ان هي هتفقد الغذاء ايه؟ خواصه الحسية المرغوبة. زي ما بقول لك كده بالظبط، احتاج ان انا اعرض الغذاء لدرجة حرارة ايه؟ مرتفعة جدا هتخلي لا ليه قوام ولا طعم ولا ريحة. في الحالة ديت ما لناش فايدة. There have been many such cases reported where a patient allergic to raw food can consume the processed food. بص يا سيدي. يقول لك هنا ايه؟ في بعض المرضى الحساسية بيبقى عندهم حساسية من الغذاء الخام. يعني ايه؟ من الحاجة قبل ما تتعرض للحرارة، وبعد ما تصنع تلاقي ما عادش عندهم الحساسية. ده معناها ايه؟ ان المعاملة الحرارية دي عملت ايه في الايجو تايبس؟ كسرته، وبالتالي ما عادش الانسان بيصاب بالحساسية. تمام؟ يبقى ممكن الواحد يبقى عنده حساسية للحاجة الخام وما يبقاش عنده حساسية للحاجة دي بعد ما ايه؟ بعد ما تصنع. يعني واحد مثلا عنده حساسية للبصل وهو ايه؟ نايم، بس بياكله عادي في الاكل. فاهمين القصة؟ One on other hand في العكس برضه. Patients who can consume raw foods but are allergic to processed. موضوع الحساسية اللي احنا اتفقنا ان هو موضوع ايه؟ غريب. ممكن الواحد عنده حساسية ما عندوش حساسية للخامة بس يبقى عنده حساسية للمادة دي بس بعد ما ايه؟ ما تتصنع. لأن هنا بعد لما اتكسرت الروابط وحصل تغير في شكل البروتين، الشكل الجديد ده هو ده اللي بيعمل ايه؟ الحساسية. Most allergens in bee not are thermostable. يقول لك انت طبعا اتفقنا ان الحساسية للفول السوداني من اكثر انواع الحساسية الايه؟ المنتشرة. صح؟ فبيقول لك ان عادة بتكون الحساسية بتاع البروتينات اللي موجودة في الفول السوداني حساسية ايه؟ ثابتة حرارية. يعني البروتينات ديت تأثير الحرارة عليها ما بيغيرش في شكلها، وبالتالي تاكل فول السوداني وهو نايم يجي لك حساسية، تاكله وهو محمص يجي لك حساسية. الاي جي اي ده اللي هو ايه؟ الاجسام المضادة، بروتينات ذات الاجسام المضادة. Binding capacity of major bent allergy has been shown to increase by cellular process.
يقول لك ان احيانا بيزداد تركيز الاجسام المضاده لما يتم تناول الفول السوداني بعد تحميصه. يعني ايه؟ يعني عمليه التسخين هنا عملت تغير في البروتين، خلت كرات الدم البيضاء تفرز ايه؟ اجسام مضاده اكتر. يبقى هنا البروسيسنج عمل ايه؟ زود من الحساسيه مش نقص منها. ذو ذايف تريتمنت كوز ان انفيزبل تشين، ده معناه ان المعامله الحراريه عملت تغير غير عكسي في الايه؟ التركيب الثانوي بتاع البروتين. طيب ولمن روستد ماتيور بينات اكسيبت هاير اي جي اي بيندنج كومبيرد تو روستد اميتيور بينات، درجه النضج نفسها بتاعت الفول السوداني مأثره. يعني بيقول لك ان الفول السوداني الناضج بيبقى بيكون اجسام مضاده اكتر من الفول السوداني الغير ناضج، وده معناه ان البروتين اللي مسؤول عن تكون اللي بيعمل حساسيه بيتكون في مرحله الايه؟ النضج. كل ده كلام بس في الاخر مفيش حل. مفيش حل للموضوع الحساسيه، الحل ان هو ايه؟ ما يجيش نفيس، ما عندناش للاسف حل للموضوع. ذا ماجورتي اوف المند بروتين، بيقول لك ان في بروتين موجود في اللوز اللي هو 14 اس ليجيومين لايك بروتين كول اماندين، شبه بروتين تاني، which is one of the major allergen identified by almond allergic patient. هم قدروا يحددوا البروتين اللي في اللوز اللي بيعمل ايه؟ الحساسيه. تمام؟ وقدروا يحددوا الاجسام المضاده اللي بينتجها البروتين ده. The stability of amandine to blanching، وبعد كده جابوا البروتين ده وبداوا يعملوا عليه معاملات مختلفه. يشوفوا البروتين ده شكله وتركيبه هيتغير امتى علشان يوصلوا للمعادله التصنيعيه اللي من خلالها يقدروا ان هم يخلوا اللوز ما يسببش حساسيه عند الاشخاص اللي عندهم حساسيه منه. فلاهم ان روستنج اند اوتو جلادنج هاز بين كونفيرمد باي اورمنت اليرجيك هيومن سيل، لاهم ان البروتين ده لما بيتعرض لدرجات حراره مرتفعه برضه بيسبب حساسيه عند نفس الاشخاص. وهنا بقى بيقول لك ايه؟ سيجنفيكانت ديكريز، لاهم ان في امتى بقى حصل انخفاض في الاجسام المضاده؟ لما تعرض ل 160 درجه مئوي لمده 30 دقيقه. تمام؟ مين؟ ما طب هو لما عرضه ل 160 لمده 30 دقيقه، this is extreme condition are not suitable for processing as they won't adversely affect sensory qualities. ولو انا عملت المعامله ديت الطعم واللون والريحه هيروح. هو ما فيش حل. نيجي بقى نبص على حاجه ثانيه غريبه برضه في الحساسيه اسمها ايه؟ كروس رياكتيفيتي. كروس رياكتيفيتي دي معناها ايه؟ احنا اتفقنا ان اللي بيعمل حساسيه اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه الايبوتايبس. افرض الايبوتايبس ده موجود في اكتر من حاجه، يبقى الشخص اللي عنده حساسيه لده هيبقى عنده حساسيه لده ولده. يعني ايه؟ الكروس رياكتيفيتي معناها ان الايبوتايبس اللي بيعمل حساسيه للشخص موجود في اكثر من حاجه والحاجات ما لهاش اي علاقه ببعضها. يعني ايه؟ واحد مثلا عنده حساسيه من اللوز، تمام؟ في ايبوتايبس معينه موجود في اللوز، ونفس الايبوتايبس ده موجود في حبوب اللقاح بتاعت غير معينه، هو نفس البروتين، فيبقى الشخص اللي عنده حساسيه للوز هيبقى عنده حساسيه لحبوب اللقاح بسبب ان هم نفس الايه؟ البروتين ده بيسموها كروس اكتيفيتي. الاغرب من كده البروتين بتاع مثلا الهيموتايب اللي فيه هو نفسه بروتين موجود في البيز بتاع المعالج، فالشخص ده بيز المعالج ما بيتاكلش، صح؟ انما ممكن اللي بياخدوا القصاره بتاعت المعالج بيعملوا منها ريحه معينه يحطوها على ايه؟ على الشامبو والحاجات دي، فالشخص ده لما يجي يستهلك الشامبو ده يحصل له ايه؟ حساسيه. يبقى ايه الكروس اكتيفيتي؟ معناها ان الايبوتايبس موجود في اكتر من حاجه والحاجات دي مالهاش علاقه ببعضها. كروس اكتيفيتي اوكرز وين ذا بروتينز ان ذا وان سبستانس ار لايك ذا بروتين ان ذا. يبقى انت جسر الكروس اكتيفيتي لما بيبقى
نفس البروتين موجود في اكثر من ماده. As a result, the immune system seems as the same. وبالتالي الاميون سيستم جهاز المناعي يشوفهم انهم حاجة واحدة، فيعمل حساسية هنا ويعمل حساسية. ايه عامة الحساسية دي يا جماعة؟ بتبقى ابتلاء، يعني ملهاش حل غير الصبر، خاصة لما تكون بقى مثلا ضد ايه؟ ضد حاجة انت ما تقدرش تتجنبها. زي ايه؟ لا، حتى الحالات ممكن تتجنبه، في حاجات ما تقدرش. ما انا قلت لكم الاسبوع اللي فات في واحد كان عنده حساسية من حبوب اللقاح في بلد معينة، لما راحها كان بيشوف الواحد ايه؟ اثنين حساسية. In the case of food allergies, cross activity can occur between one food and another. يبقى ممكن تحدث الحساسية يعني نتيجة من أكثر من حاجة، وبالحالة دي بنسميها الكروس اكتيفيتي. كان قلت هذا البتوين بقول لك إن هي ممكن تحصل ما بين الغذاء، يعني الكروس اكتيفيتي ده ممكن تحصل من الغذاء وحبوب اللقاح، من الغذاء، وأحيانا الناس بيبقى عندهم حساسية من الملابس، من المطاط، واخد بالك؟ The sensitivity of some patient to multiply 3 months has been known for some times. معروف ان ممكن الناس يبقى عندهم حساسية اكتر من نوع من الجوليات، وده سببه تشابه البروتينات اللي موجودة في الانواع المختلفة. At times individuals who have not been exposed to certain food or food ingredient exhibit allergic sensitivity upon their very first exposure. يقول لك ان ده بيحدث لما بيبقى انسان يتعرض لمكونات مختلفة وبيبقى فيها نفس البروتين. طيب. Usually sensitive individual sensitized to food or food component may react to an unrelated non-food item. ممكن تحدث النوعية دي بالحساسية من غذاء حاجة مالهاش علاقة تانية خالص من غذاء زي حبوب اللقاح او الملابس او المنظفات او هكذا. كروس الاكتيفيتي هاز بين ريبورتد بتوين تري نتس سيدز، ما بين الجوزيات والبذور، وتري نتس وبعضها، وتري نتس او تري نتس والبقوليات، او تري نتس والفول السوداني، او تري نتس والفواكه، او تري نتس وحبوب اللقاح. يعني لو دي حالات مسجله، لو ان في ناس عندها حساسيه من الجوزيات وحاجه ثانيه، وده سببه ايه؟ ان هم بيبقوا نفس البروتين. The strongest cross reactivity among three nuts was between related three nuts. كانت ما بين اللي بين التري نتس والتري نتس كان بين الويل نت والبيكن، يعني دول اكثر نوعين من الجوزيات اللي بينهم كروس reactivity، او الكاجو والفوزو. وده بيبقى سببه ايه؟ ان هم بيحتوى على نفس نوع الايموتايبس. من النظر عام it is important to note that with the exception of B-nuts cross reactivity with mistake of B-nuts antigen don't exhibit significant serological cross reactivity with 3 nuts. بيقول لك يعني ما عدا بس ال قال لنا ايه البستيكو صح؟ exhibition of B-nuts with ما عدا البستيكو ما فيش من البي-nuts الا البستيكو بس بالنسبه للجوزية. One of the recently reported examples of cross reactivity is the case reported involving citrus seed and bean nut. يقول لك ان من اشهر الامثله اللي موجوده للكروس ريكتيفيتي لو ان في واحد عنده حساسيه من الفول السوداني وبذور الايه؟ الموانع. بسبب ان هم فيهم نفس البروتين. يقول لك ان في واحد عنده 26 سنه لا عنده حساسيه مفرطه جدا، هو عنده حساسيه اساسا من فول السوداني، ولو لما استخدم الشاور واللوشن بتاع الصابون اللي بيحتوي على الليمون جات له برضه نفس الايه؟ الحساسيه. ده سببه ان نفس البروتين اللي هنا هو البروتين اللي هنا. The individual was known to be allergic to citrus, lemon, orange and mandarin seeds. وهنا بتبقى الحساسيه للبذره بس مش للعصير، لان البروتين ده مش موجود الا في البذور. Skin prick test reveals the individual be sensitive to bee nuts and tree nuts.
يقول لك ان هو من ضمن الحاجات الاختبارات اللي بيعملوها الحساسيه ان هو بيجيب المصطفى بتاع البروتين ده وبيحطه كده على الجلد. عارفين الاختبار الحساسيه اللي بيتعمل للحقنه؟ يبقى نفس الايه، نفس الطريقه كده.